ولازم اكون عارف اشتراطات الشركه السعوديه للكهرباء. عندهم تكنيكال بري كواليفيكيشن جايدز، وده مهم جدا، يعني كتيبات مش كبيره، يعني الملفات مثلا 100 صفحه ولا بتاع ده، بس بيشرح لك كل الكيسز، تمام؟ فانا عندي تكنيكال بري كواليفيكيشن جايد لاينز فور الاي في تشارجرز. اي حد عايز يجيب منتج يدخله السعوديه، منتج صيني، منتج اي دوله تانيه، لازم يكون على درايه بالتكنيكال بري كواليفيكيشنز الخاصه بشركه الكهرباء السعوديه. طبعا عندهم انتجريشن اوف الكتريكال فيكل تشارجنج سيستم تو سيك. طبعا لما هاجي هربط، طبعا بربط على اللو فولتج او بربط في الميديوم فولتج ديستريبيوشن، حسب انا هربط فين بالظبط. طبعا هنا في عندي انسبكشن اند مين كوميشننج تشيك ليست، لازم التشيك ليست دي تعدي عليها.